السلام عليكم عائلة نور جنات للعقار. إخواني، كيف تتعرفوا دائما تنجيب لكم الجديد فيما يخص السكن الاقتصادي مدينة مراكش الحمراء. إخواني، دابا غادي نقدم لكم واحد الشقق كاينين زوينين، في كاينين في تارقة، وبالضبط كاينين في إقامة زهور تارقة اللي كاينة في مراكش. هذا الإقامة حقيقة فيها شقق تتكون من غرفتين وصالون وجوج ديال لي سال دو بان، وكذلك مطبخ، وكاين شقق اللي فيهم 3 شومبر وفيهم صالون وفيهم جوج ديال لي سال دو بان وفيهم مطبخ. كذلك بالنسبة لهذا الإقامة فتتوفر على يعني المصاعد، لاحظوا تشوفوا. وكاينه بالنسبه لهاد الاقامه فراه فيها اير بلس كات. بالنسبه للثمن ديال هاد الشقق هو 25 مليون. بالنسبه للتسبيق فالتسبيق تختلف على حسب الموقع ديال كل شقه. فبالنسبه للشقق اللي تيكون من كاينه في ريتشوسي، وكذلك اللي كاين في التروازيام ايطاج والبرومي ايطاج والدوزيام ايطاج، فالتسبيق فيهم 70 ألف درهم، يعني 7 المليون. بالنسبة للكاتريام ايطاج فالتسبيق فيه 5 المليون، 50 ألف درهم. كنتو تشوفوا فالموقع ديالها زوين، يعني تطل بحال مثلا هاد الشقة تطل على الفيلات، يعني في البلاصة اللي تشوفوا اللي شفتو دابا راه غتكون بلاصة ما خاصة بالفيلات. هناك تشوفوا بالنسبة يعني لاكويزين، يعني بالنسبة لهذه الشقة كذلك فيها لي بالكون. بالنسبة لهذا داك فيها يعني مجموعة من الأشطر، فالشطر الأول يعني راه تقريبا صافي سالي، وتشوف منه هاد الشقة هادي. وكاين الشطر الثاني اللي خدامين فيه، يعني غادي يكون موجود تقريبا بعد سنة ولا سنة ونصف غادي يكون موجود. هناك تشوفوا هاد الشقة هادي نموذج آخر ديال الشقة، فيها 61 مترو، كاينة في الكاتريام ايطاج، وعندها جوج ديال لي بالكون، تاهي الثمن ديالها 25 مليون. وكنت تشوفوا فهادي الشقة هادي لا كويزين ديالها. بالنسبة لإخواني غادي ندير لكم رقم المكتب ديال البيع. هنا تشوفوا البلاصه فين تيكب الشوفو، لاحظوا هنا هذا هو المشروع، الشطر الجديد ها هو قدامين فيه اللي غادي يكون تقريبا بعد سنه ولا سنه ونصف. لاحظوا تشوفوا لا كويزين. هنايا الحمام، يعني التشكيل ديالها فالشكل ديالها زوين في الصالة ديالها. لاحظوا هنا يا الباكون ديالها كبير. كيف قلت لكم البصرة غادي تكون فيها الفيلات، كيف قلت لكم في هذا البلاص. يعني بالنسبة للمكتب البيع فراه كاين في تارقة، فهو قريب من يعني قريب من يعني اللي مشيت إلى كنتو تعرفون يعني نور السكن، فهو
ففي المكسب البيع ديال نور ديال هاد الزهور تلقى، فهو تيشوف في نور سكن. يعني اللي كان تعرف ديجا درت لكم فيديو على ديال الإقامة ديال نور سكن، فراه هي قريبة من مكتب البيع ديال نور سكن ديال هاد الإقامة. إخواني لم يبقى إلا أن أودعكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.